غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. الو الو، مساء الخير يا فندم. سلام ونعم. اهلا وسهلا. سعادة القس الشيخ ميلاد. الشيخ ميلاد، اهلا اهلا وسهلا بك. ربي يباركك ويبارك تعب محبتك. مع حضرتك. مين انت؟ أنا مع حضرتك أبو مريم من أمريكا يا فندم. اتشرفنا بيك، وحضرتك على من أعلام الكنيسة الإنجيلية في مصر، وحضرتك من قناة الملكوت وقسيس بالكنيسة الإنجيلية بالدبارة ورسولية بشبرا، فلنا الشرف نتكلم مع حضرتك يا فندم. أنت جبت اسمي منين؟ وجبت تليفوني منين؟ ليه؟ وعرفني بيه نفسك. حاضر. أبو مريم. طيب. أبو مريم. طيب. معلش يعني عايزين نضح باسمك شوية. ما في مشكلة حضرتك، ما في مشكلة. حاضر، من حقك طبعا. سعادة الشيخ ميلاد. حضرتك، أنا اسمي وسام عبد الله، وأنا حضرتك باحث في العقيدة المسيحية، وبتصل بحضرتك لأن الكتاب المقدس بيقول كونوا دائما مستعدين لأن تردوا على من يطلب منكم دليل على ما أنتم عليه من رجاء. وحضرتك طبعا عالم من أعلام الكنيسة الخمسينية في مصر، ومسؤول بقناة الملكوت، وقسيس بالكنيسة الإنجيلية بالدبارة الرسولية بشبرا، فقلت ما في افضل من حضرتك ناخد منك بركه ونسالك. بقول لحضرتك ايه؟ اتفضل. بقول انت حضرتك مباحث من الدوله، روح. انا ما مباحث يا انا اقول لحضرتك انا عليك. لا انتظر بس، انتظر بس، العب لعبه غيري. انتظر بس، انتظر. طب انتظر بس، انتظر. المعلومات اللي عندك كلها غلط. طب روح. طب انتظر بس، وهقفل المكالمه. انتظر بس، ما تدخلش بيا تاني. انتظر بس، انتظر انتظر حضرتك الان. انتظر ولا ثانيه. اعمل بحث في الانترنت، اعمل بحث في الانترنت. طب يا اخو الكرام، كان معانا لواء مباشره الان. اما طبعا انت عارفين البروتستانت القس بيسموه شيخ او بيسموه اخ، وحتى كلمه الشيخ موجوده في الترجمه فان دايك. الشيخ ميلاد بالكنيسه الخمسينيه بمصر، كنيسة الله الخمسينية بمصر. هو في جزئية بس التبس علي الأمر فيها فعلا، أن هي جزئية أن هو قناة الملكوت التبس علي الأمر. هو مش قناة الملكوت، لكن هو فعلا شيخ ميلاد، لما هو قال نعم، لكن الجزئية الثانية مش هو، فعشان كده الرجل اتخبط. بس مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، تكبير كل تكبير. باسمك قلبي الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي، يهتف باسمك قلبي الحمد لله، الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدره، جل قدره، لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا سماء وأرضا.